اتكلم مع حضرتك، نرجع ورا شويه مع بدايه الانتخابات، وخليني اقول لحضرتك كان من حاجه محترمه جدا جدا، يمكن حتى الاعلام ما سلطش الضوء عليها بشكل كبير، وان حضراتكم او القايمه عرضت برنامج انتخابي مكتوب ما بين قوسين مكتوب، وده اول مره تحصل في تاريخ الانديه. ده بيدل كمان على احترامكم للاعضاء الجمعيه العموميه، ويكون في لأول مرة في تاريخ النادي أو حتى في تاريخ الأندية أن يكون في برنامج انتخابي مكتوب. طبعا أنا بشكركم على الاستضافة دي، وبشرف في قناة الأهلي بعد التطوير الجميل اللي حاصل فيها، وإن شاء الله أفضل وأفضل. يعني بداية، من أول ما كابتن محمود الخطيب قرر يدخل الانتخابات واختار قائمته، حتى في اختيار القائمة كان في مجموعة معطيات كان حطها كابتن محمود، وكنا مجموعه كبيره، وبعدين انحصلت في الاخر في الاسماء اللي نزلت الانتخابات. كان في اصرار على وجود برنامج انتخابي مكتوب، وده لاول مره في تاريخ مجالس ادارات الانديه يعني في انتخابات ان ينزل حد ببرنامج انتخابي مكتوب. البرنامج ده وقتها يمكن في كل عنصر فيه كان في مجموعه، يعني حضرتك لو كنت رحت وقتها مثلا عند المقر الانتخابي الكابتن محمود الخطيب، كان دايما كل عنصر من قبل ما يتكتب بند فيهم في عناصر البرنامج الانتخابي كان بيكون قاعد مع المختصين في كل مجال. لو قصه متعلقه بالعاملين والمختصين في الجزء ده، لو قصه متعلقه بالاستثمار الرياضي مع المختصين في كل نواحي البرنامج. الانشاءات طبعا خدت مجهود كبير جدا برضو عشان توصل بالنادي الاهلي للمكانه اللي بيتمناها اعضاء ده، كل ده تحضير البرنامج الانتخابي المكتوب. عشان يبقى برنامج واقعي مش مجرد بالزبط. وبعدين هي فكره برنامج مكتوب كمان هي بتلقي الزام علينا، صحيح يعني مسؤوليه علينا. صحيح. مسؤوليه خلاص، لان بفضل ربنا يعني الحمد لله احنا تقريبا انتهينا من حوالي 98% من البرنامج ده، من البرنامج، من البرنامج نفسه، من برنامج عائلة الأهلي. برنامج عائلة الأهلي، برنامج عائلة، وكان مفهوم عائلة الأهلي وقتها برضو مفهوم جميل. إن عائلة الأهلي هي عبارة عن العاملين بيه والأعضاء والجماهير وكل ما يمت بصلة للنادي الأهلي فهو جزء من عائلة الأهلي، الأسرة. جزء من عائلة الأهلي. فكان مفهوم جديد، ده بيزيد كل العناصر المرتبطة بالنادي، بيزيدها ارتباط، وفي نفس الوقت بيلقى عليك كمسؤولية كمجلس إدارة ان قدامك مهمه تقيله لازم تحققها. طبعا هو بيحصل في خلال، كلنا عارفين يعني، ومواضيع اما يكون في برنامج محطوط مش معقول انت في الفتره كلها اللي انت بتقضيها كمجلس اداره هو ده بس اللي بيصادفك، يعني بتكون مجموعه تحديات كبيره جدا تانية غير اللي مكتوب في البرنامج بيصادفوك يعني. صحيح. والحمد لله بفضل ربنا بمنتهى الهدوء المجلس بيتعامل.